رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى إلى أن قرر الأطباء بترها مما جعلني عاجزا عن العمل، وأنا أعول أسرة كبيرة ولي إخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما ذكرته أيها السائل من أن أباك باع بعض مزارعه على إخوتك وأنك رجل مصاب ولا تقدر على الكسب، هل لك حق الاعتراض؟ الجواب أنه إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل ولم يترك لهم شيئا منه بل استوفاه، فلا حرج عليه في ذلك وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك. أما إذا كان خلاف ذلك، لأن كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم به، فهذا لا يجوز، أنه جور، أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده بالهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. فالحاصل أنه إذا كان البيع مستوفيا لشروطه ولم يحابهم بالثمن ولم يتنازل لهم عن شيء منه فهو بيع صحيح وليس لك حق الاعتراض، وإن كان بخلاف ذلك فهذا لا يجوز له ويجب عليه أن يسوي بين أولاده. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. إذا كان البيع بيعا صحيحا لا محاباة فيه، فقيمة هذا البيع إذا توفي عنها والدهم، القيمة إذا توفي عنها والدهم فهي تركة توزع، يأخذ منها الميراث، يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث من جملة تركته. أقصد حتى أولئك الذين اشتروها يأخذون منها؟ نعم، لأنها أصبح ميراث، أصبح تركة. يكون استفادوا مرتين على هذه الحالة؟ ما استفادوا مرتين، لأنهم في الأول اشتروا الأراضي هذه ودفعوا ثمنها، وعادوا إليه صار ثمنها ملكا لأبيهم، ثم لما مات ورثوها، أخذوها عن طريق الإرث، لا عن طريق مثلا الهبة أو عن طريق نعم.